زين السلام عليكم جميعا جميعا. نحن اليوم نسوي شاي والضوء مطايع يعني يلبق لبق واحترق وخلص ومات. زين خلني اعلمكم اسرع طريقه اسوي فيها كرك. طبعا اول شيء اذا تبغى تسوي كرك في البار في الديزارت والضوء طايع يلبق طايع يلبق لازم يكون عندك غوري سكر ماي. هذا الماي. وين الماي حليب ملك ولبتون وشو هذا اسمه ضو طايع يلبق وضو طايع يلبق لازم زين يبغى كرك الحين الفكره اسرع كرك ايه مو عليك هذا يخلص بسرعه يلا خلنا نعد من تقول ابدوا يلا الموضوع عندي يلا شو عرفك انت 10 ثواني زين يلا. وكرك الشوق وداني الى ضو الكرك اي ضو الكرك خلص خلنا نسوي الضو طايع يلبق مو طايع يلبق خلنا نسوي كرك طايع. بسرعه منو يبا قاعد تحلب بقرة انت ما بغيت الكرك ما حد يعرف اي والله اسرع طريقه هذا خلي مال شاي هذا استخدمناه بنفضيه عقب الحين نحن نشوف قدامنا اسرع طريقه للكرك للكرك كرك تفضل